السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الثالثة بمحاضرة جديدة من الـ Community Dentistry. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثالثة، تتعلق بالـ Dental Indices، اللي هي اليوم راح نخصص شرحنا فيما يتعلق بالـ Dental Caries أو الـ Dental Caries Assessment، Dental Caries Indices بنفس الوقت. محاضرة طويلة، لهذا ارتئيت انه اقسمها لمحاضرتين. هي راح تنزل لكم كبي دي اف واحد، لكن هي بالاصل محاضرة، يعني اقصد وحدة بي دي اف واحد، لكن كتقسيم راح نعطيها هالاسبوع نص، والاسبوع الجاي ان شاء الله نصف ثاني، لان مثل ما ذكرت محاضرة طويلة وبيها هواية تفاصيل. المحاضرة مثل ما قلت هي تتعلق بالدنتال كاريز اندسيز. بالبداية خلينا نعرف شنو هو الدنتال كاريز. A progressive irreversible microbial disease affecting the hard parts of the tooth. It's the most prevalent chronic disease affecting the human race. Once it occurs, its manifestations persist throughout life even the lesion is treated. الدنتال كاريز يعتبر واحد من أهم وأكثر الأمراض انتشارا في البشرية بالعموم. لا يكاد يخلو مجتمع منه، لا يكاد يخلو جنس بشري منه. يصيب الكل، male, female, كل الجندرز، كل الريسز، كل الايجز، كل السوشيو ايكونوميك جروبس، هو يصيب الكل. بنفس الوقت هو سريع، progressive, irreversible، غير قابل للعلاج. العلاج، وإذا حدث، القصد من هذا الكلام إذا حدث فتأثيراته راح تبقى long life. يعني شنو؟ يعني أنا الدنتال كاريز من يصير بالتوث ما أقدر مثل غير أمراض أرجع التوث لحالته الطبيعية أو النورمال أو الساوند توث. راح نخلي له فلنج، الفلنج راح تظل على طول هي ويا الشخص من اللحظة اللي حطيت له بيها الفلنج لحد ما تنتهي حياته الفلنج وياه، او يسوي اكستراكشن للتوث. فهو راح يستمر مدى الحياة، ومثل ما قلنا فهو يعني مرض يستمر ويا الانسان، وبنفس الوقت هو سريع الانتشار وينتشر بكل المجتمعات ولا فرق بين مجتمع واخر. لهذا هو يعتبر اهم oral cavity disease عندنا بما يتعلق بالدنتستري. ننتقل الآن إلى أهم وأقدم والأكثر إندكس والأكثر استخداما بين الإندسيز فيما يتعلق بالدنتستري، اللي هو Permanent Teeth Index، أو أكثر شيء استخداما، أكثر الإندس استخداما للدنتال كاريز، اللي هو الدي ام اف. الدي ام اف اكتشف من قبل العلماء كلين، بالمر اند ناتسون ان 1938 وموديفايد باي ذا دبليو اتش او. اغلب الإندسيز هي تكتشف من قبل عالم او عالمين، وبعد سنين تطورها الـ WHO، تضيف عليها، تقلل منها، تطور بيها وهكذا. ولهذا هي تكون معتمدة من قبل أغلب الدنتست حول العالم، باعتبار أنه الـ WHO أضافت عليها لمساتها النهائية. معنى الـ DMF هو Decade Missing Fold Index. Decade Missing Fold يعتمد لي على ثلاث عوامل: الدنتال كاريز الموجود بالسن، والميسنج تيث، والفولد تيث. هذا الاندكس يعتمد على هاي العوامل الثلاثة، دي ام اف. اوكي، هو بقسمين، قسم يتعلق بالتوث اتسلف از هول يونت اللي هو دي ام اف تي، يعتمد بقياس العفو على التيث باي اتسلف. والقسم الاخر اللي هو دي ام اف اس، اللي هو يعتمد على السيرفيس اوف ذا توث از ان اندكس. يعني عندنا اثنين، دي ام اف تي ياخذ لي اليونت مال السن از هول يونت، والدي ام اف اس اللي هو يعتمد على السيرفيس بقياس الكاريز.
نبدي بشرح component component. نبدي بأول شيء بالdecomponent اللي هو decayed teeth. شنو هي الأسنان اللي يعتبرها كاريوس أو decayed teeth لما أجي أفحص الأسنان؟ هي مجموعة أسنان. أول شيء كاريوس teeth. هاي واضحة وسهلة جدا إنه من تشوف tooth بديكاي راح تحسبه من ضمن الاندكس، من ضمن حسابك تكتب عنه إشارة رقم واحد. خلينا نقول filled tooth with recurrent decay. التوث اللي مسوي له already filling وراجع صايرة بي secondary caries هذا أيضا يدخل من ضمن حساب decomponent. only the roots are left هذا أيضا يعتبر من decayed teeth، يعني من أشوف tooth مثلا صاير بي fracture، صاير بي filling واقعة أو غيرها وباقي بس الroots، هذا أيضا يعتبر decayed. defect filling و temporary filling و full tooth surface with other surface decay. معنى النقطة الأخيرة هو أنه مثلا عندي lower 6 بي occlusal surface بي filling اوكي والبوكال بيت صاير بيها نيو ديكاي اور نيو كاريز، هذا يعتبر من ضمن الدي كومبوننت، ما اعتبره فل توث مع انه هو بي فيلينج بي حشوه، بس انا ما راح اعتبره فل توث، راح اعتبره ديكاي توث باعتبار انه بي تسوس جديد حتى لو ان انذر سيرفيس. الام كومبوننت هو اي ميسينج تيث، اي ميسينج تيث ديو تو كاريز اوكي، اي ميسينج تيث ديو تو كاريز. هنا لازم ننتبه على نقاط معينه اللي هي ست نقاط اللي هي هذه شنو بعض التيث يصير بيها اكستراكشن فور ريزنز اذر ذان كاريز، يعني انا هاي الاسنان قالعتها بدون ما يصير بها تسوس زين، هذه لازم نستثنيها من الام كومبوننت لانه الام كومبوننت يركز لي على الميسنج تيث ديو تو اونلي كاريز. شن هي الحالات اللي نستثني الميسنج توث من انه يدخل بالام كومبوننت؟ اورثودونتيك تريتمنت مثلا الاورثودونتست قلع اللور 4 من اجل اخذ الاندكس والقى اللور 4 ماكو، لازم اتاكد هل اللور 4 انقلع نتيجه كاريز اور نتيجه اورثودونتيك ديسيجن اوكي. فاذا اورثودونتيك تريتمنت فهذا ما يدخل لي ضمن الام كومبوننت. الامباكشن تيث امباكت تيث هذا ايضا ما يدخل لي من ضمن الميسنج ديو تو كاريز. بريودنتال ديزيز تيث صاير بيها موبيليتي، موبيليتي جريد 3 موبيليتي جريد 2 مرات البيشنت يفضل انه يقلعها وحتى لو قرار الدنتست يقلعها، فهذا ما يدخل ضمن الام كومبوننت. الان اربتد تيث اوكي، يعني اذا اخذ مثلا اندكس او اسوي اندكس الشخص عمره مثلا 20 سنه مثلا اكو عنده lower 8 او whatever يعني لسه ما صاير بي اربشن، هذا ما احس ايضا من ضمن الميسنج تيث اوكي، خصوصا اذا كان واضح عندي انه هو راح يصير بي اربشن بالفتره القادمه. congenitally missing teeth اللي هي اكثر شيء تصير باللاترالز اوكي upper laterals lower laterals اذا شفناها غير موجوده وcongenitally missing ما اعتبرها missing due to caries، ضروري تنتبهين تسوون لهاي النقاط. الavulsion teeth due to trauma or accident. avulsion teeth هي اللي تصير من ضربة، من أغلب الأحيان تصير عند الأطفال، بالأغلب هي تصير عند الكبار بس بالأغلب تصير عند الأطفال لما يصير عندهم تروما أو ضربة قوية على التوث يطلع السن من السوكت مالته نصيح له avulsion. إن شاء الله أشرح لكم إياها بمحاضرة التروما أعتقد هاي السنة أو التروما يمكن بالبيدو بريفنشن للسنة القادمة. الأفولشن هي نوع من أنواع التروما اللي تصيب الأطفال. ننتقل إلى الأف كومبوننت اللي هي فولد تيث ديو تو كاريز، نفس حالة الميسنج تيث بس هنا الفولد تيث ضروري ننتبه على أنه هي ديو تو أولي كاريز زين.
هنا ايضا عندنا نقاط تقول لي انه اكو مجموعة تيث متعرضة ايضا للفيلينكس لكن ما تدخل لي ضمن الاف كومباوننت لانه ببساطة هي not due to caries, filled not due to caries. لانه اني بالاف كومباوننت اريد بس التيث اللي هي لها علاقة بالكاريز. نبدأ بأول استثناء اللي هو التروما فراكتشر توث وسوينا له فيلينج، هذا مستحيل يدخل ضمن الاف كومباوننت. الهايبوبلاجيا كوزمتيك بيربس، كثير من الاحيان نضطر انه نسوي للبيشنت اللي عنده هايبوبلاجيا كوزمتيك فيلينج، هاي ما تدخل ايضا من ضمن الاف كومباوننت. النقطه الثالثه البريدج ابارتمنت الريتينشن، البريدج ابارتمنت هو التوث اللي يكون مجاور للبريدج، التوث اللي يكون مجاور للبريدج مرات نضطر انه نسوي له فيلينج حتى يكون اكو العفو حتى يكون بالبريدج ريتينشن عالي، هاي ما تدخل ايضا من ضمن الاف كومباوننت. طبعا هاي بالفحص، بالفحص تبين كلش، وخلال عملية النظر المباشر لأسنان المريض راح تعرف شنو هو الفرق بين الفيلنج العادية والكوزمتيك فيلنج. ومرات هو البيشنت واعي وينبهك انه هذه ترى الحشوة سويتها كشي تجميلي، او هاي الحشوة سويتها حتى تسند لي الجسر وهكذا. سيل اروت كانال ديو تو تروما، في بعض الأحيان التروما تسبب لي اكسبوز للكنال أو للبلب للتوث بلب، فنضطر أن نسوي لها فيلينج حتى نسد هذا السيل العفو الخلل اللي صار عندنا الاكسبوجن. فيعني هاي ما تدخل ضمن الاف كومباوننت. فيشر سيلانت اللي هي والبريفنتنج فيلينج، هذول يقعون تحت تقريبا نفس الجزء اللي هو البريفنتنج فيلينجز اللي نسويها عادة للأطفال حتى نملي بيها الجروفز اوف ذا اوكلوزال سيرفيس اوف ذا توث حتى تمنع عنا الكاريز بالمستقبل. كل هذه الاستثناءات هي لا تدخل ضمن الاف كومباوننت. بعد ما خلصنا نبذة تعريفية عن الـ DMF components، نجي حاليا الـ principles and rules in recording DMFT. شنو هي الـ rules؟ هي نبديها بـ tooth may have several illustrations but it count as one tooth. يعني مثلا lower six بـ 3 phalanges منفصلة، واحدة للأكلوزال سيرفيس، واحدة للنجوال بيت، واحدة بالبوكال بيت، وتشوفون هواية هيك تيث مرات. الدنتست ما يضطر انه يفتح الكافيتي كلها as a whole if it is a small bit، وراح يفتح كل بيت وحدها ويحط بيها phalanges يعني separated phalanges. هذا نعتبره tooth واحد بالF component وليس several teeth. A tooth may have restoration on one surface and caries on the other side. It should be counted as decay. مثل ما ذكرت سابقا أي tooth بي restoration بجهة وبي decayed بالجهة الأخرى خلينا نقول أو بsurface آخر، هذا يعتبر definitely as a decay tooth. tooth وهذه النقاط جدا مهمة وأريدكم تركزوا لي عليها، اللي هي the principles and rules in recording the DMFT. No tooth must be counted more than once. هاي النقطة أيضا جدا مهمة إنه نكون منتبهين لما نأخذ الindex أو dental caries index، مفروض نكون منتبهين إنه كل tooth ينحسب مرة واحدة فقط، أما دي أما F or sound tooth. يعني ما اخلي التوث واحد دي اند اف، التوث اما دي او اف او ساوند توث.
ننتقل الآن إلى البرايمري تيث إندكس واللي هو الـ DMF إندكس اللي هو ينكتب بـ small letters، وهي فقط هاي الخاصيتين تختلف عن الـ DMF بالـ permanent teeth. الفقرة الأولى أنه ينكتب بـ small letters، والفقرة الثانية أنه يعتمد على أعداد الأسنان اللي هي 20 teeth بدل للـ العدد الأسنان البيرمننت. فبالتالي هو نفس البرنسبلز، ياخذ نفس البرنسبلز والرولز التابعة للدي ام اف تي. بالنسبة للدي ام اف اس ننتقل حاليا الى الدي ام اف الخاص بالسيرفيس، مثل ما تلاحظون اللتر الاخير هو الاس واللي هو يرمز لنا مثل ما قلنا الى السيرفيسز. Each tooth was recorded scored as 4 surfaces for anterior teeth and 5 surfaces for posterior teeth. يعني obviously مع انه الانسايزرز فور اكزامبل بها الاكلوزال سيرفيس فيري ثين، يكاد لا يذكر اصلا، فلهذا يعتبرهم 4 سيرفيسز. وبالنسبه للبوستيرير تيث فهي 5 سيرفيسز بما فيها الاكلوزال سيرفيس. البرنسبلز الخاصه بهذا الاندكس هي ريتيند روت واز ريكوردد از 4 ديكي فور انتيرير تيث and 5 decay for posterior teeth. الفور decay هي الفور surface decay and 5 decay هي for 5 surface decay باعتبار الاكلوزال surface. الفقرة الثانية missing tooth was recorded as 4 missing for anterior teeth. ضروري نفرق بين missing tooth و retained root. Retained root يعتبر ك decay tooth as it's obvious and missing tooth recorded as missing M. Okay, and it's recorded as 4M for anterior teeth and 5M for the posterior teeth, including the occlusal surface. النقطة الثالثة tooth with a crown was recorded as 4F باعتبار four surfaces with phalanx for the anterior teeth and 5 phalanx for the posterior teeth, including the occlusal surface for this teeth. Calculation for the DMFT مثل ما هو واضح هو total MDF on the total number of the subjects examined. As simple as that, you have to know this. ومعادلة سهلة وواضحة جدا، هي عبارة عن الإجمالي MDF على الـ total عدد الأسنان اللي فحصناهم. How could you differentiate؟ هذا الفقرة الأخيرة بالمحاضرة اليوم. How could you differentiate between tooth missing due to caries and due to exfoliation؟ عندنا tooth missing within the age of mixed dentition وراح يطلع بمكان permanent teeth، وعندنا tooth missing due to caries. شو نفرق بيناتهم؟ أول نقطة هي by age of the patient if it is near to exfoliation time or not. يعني mixed dentition age واضح عندنا من عمر 6 سنوات يبدي الpatient يصير عنده exfoliation للpermanent teeth، فيكون واضح أنه هذا وقت الexfoliation وبالتالي نميل إلى أنه ممكن يكون هذا missing due to exfoliation. As a dentist, you have to know the exact time for the exfoliation of each tooth. النقطة الثانية the shape of the ridge. هاي جدا مهمة. It's concave in carious missing tooth and straight in exfoliated one and permanent successor may be seen. الصورتين الواضحة بالسلايدات توضح لكم الفرق بين التوث اللي صاير بي extraction due to caries واللي هي البكتشر with the mirror. الريج البون ريج صاير على شكل كونكيف حاد جدا ومدبب، اما في حالة البرايمري تيث لما يوقع البرايمري تيث او لما يصير بي اكستراكتد او لما يصير اكسفوليشن بيرمننت يكون السطح سطح اللثة والبون ستريت
مثل ما نشوف بالصورة الثانية. هاي ضروري تركزوا لي على هذه النقطة وتركزوا لي على الصورتين وتنتبهون من ناو جاي انه البيرمننت توث من ينقلع يكون الريج كونكيف. Point three, DMF or the DMF for primary teeth index is higher in association with carious missing tooth, especially adjacent and the contralateral teeth. الindex اللي راح نسوي لي للأسنان الكاريوس تيث عادة يكون أعلى بكثير من التيث اللي انفقدت نتيجة الإكسفوليشن. خاصة بالنسبة لل adjacent teeth and the opposite teeth فيكون الـ DMF عالي بالمقارنة مع missing due to other reasons. النقطة الأخيرة الـ bad oral hygiene mainly associated with carious teeth. هذه النقطة بديهية حسب اعتقادي. لهنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم. أشكر استماعكم وألتقيكم إن شاء الله في محاضرة أخرى. شكرا جزيلا.